كل سنة وحضراتكم طيبين والغالي يرخص لك، وأكلاتنا الصحية إلى حد ما ورخيصة إلى حد ما اللي بنقدمها لكم كل يوم في الغالي يرخص لك على نجوم أف أم. يا رب تكونوا بتستفيدوا بجد من كل الحاجات اللي بنقدمها عندنا هنا هوت، ونكون وفرنا لكم على قد ما قدرنا فلوس ومعملناش أكل غالي في رمضان، ونكون كمان ريحنا معدتنا من اللحوم اللي بناكلها كتير ومش بنستفاد منها خالص. طيب النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل طاجن مسقعه بالبطاطس. المقادير، ركزوا معايا، هنجيب بتنجان رومي وفلفل رومي حلقات وطماطم حلقات وبصل حلقات وتوم حلقات وبطاطس مكعبات وصلصه طماطم ومرقه وزيت وملح وفلفل. يبقى بتنجان رومي، فلفل رومي حلقات، طماطم حلقات، بصل حلقات، ثوم حلقات، بطاطس مكعبات، صلصه طماطم، مرقه وزيت وملح وفلفل. دي المقادير. نخش على طريقه التحضير. هنقشر البتنجان ونقطعه حلقات ويتحط في مصفى ويترش بالملح ونسيبه ساعه، ونشيل الملح ويتقلي في الزيت، وناخد بالنا واحنا بنقليه ما نخليش لونه يغمق ويفضل فاتح، وننشفه بمنديل من الزيت الزيادة. انا عايز اقول حاجة، احنا ممكن بعد ما نقليه ما تتخضوش، انا بعمل كده، انا بغسله بمية سخنة وعليه شوية خل عشان كل الزيت اللي البتنجان شربه ينزل فما يبقاش تقيل على المعدة. دي طريقة صحية جدا. طيب البطاطس هنقطعها مكعبات وهنسلقها، ونجيب الطاجن نرص فيه حلقات البتنجان والبصل والثوم والفلفل الرومي والبطاطس وصلصه الطماطم وحلقات الطماطم وشويه مرقه كده، وندخله الفرن لمده 20 دقيقه. هيطلع هيتغمس بعيش بلدي، يا سلام لو مفقع، او نحط جنبه شويه رز ابيض او رز بالشعريه، يا جماله وبالهنا والشفا. طيب النهاردة هنقول شوية معلومات عن ازاي نعمل مرقة في البيت بطريقة سهلة جدا وتكفينا لفترات طويلة. في نصايح كتيرة لتسهيل عملية الطبخ في رمضان، خصوصا للأمهات والناس اللي عندها أطفال وسنهم صغير. عن رمضان السنة دي جاي في وقت امتحانات وآخر السنة، وفي امهات بيبقوا عايزين يوفروا وقت عشان يقدروا يتابعوا مذاكرتهم. هنقول لكم دلوقتي حاجه ممكن تعملوها مره وتتشال وقت كبير. اهم حاجه تتعمل ونكسب بيها وقت هي اننا نحتفظ بشوربه في الفريزر عشان نعمل المرقه اللي هنقول لكم عليها دلوقتي. هنقول لكم على الطريقه الصح لعمل شوربه خام زي المكعبات تقريبا، هي شبه الديمي جلاس شويه، بنشتريها من بره بنستخدمها في اكلاتنا، احنا هنعملها في البيت. ومش عشان نعمل شوربة وكده لازم نجيب لحمة، لا هنقول لكم حاجات سهلة جدا مش هتكلفكم فلوس كتيرة. ازاي؟ هنجيب 2 كيلو عظم فراخ، من اللي هو العظم اللي بيفضل عندنا، او عظم سمك او بقري، اي عظم عندنا، وممكن على فكرة نشتري من عند الجزار عظم. وهنجيب 3 لتر مية باردة، وبصلة متوسطة، وجزرة متوسطة، وكوباية كرفس، وورقتين لورو، وخمس حبات حبهان، وحبيتين مستكة، وملح وفلفل. أول حاجة هنعملها هنغسل العظم كويس جدا جدا جدا، ونقعه في شوية خل أبيض ومية، ونرمي المية بعد 3 ساعات، ونكرر الحكاية دي مرتين أو 3. خلاص، سواء بقى عظم فراخ او عظم بقري او حتى عظم سمك، كله نفس الطريقه. هنحط العظم في صينيه في الفرن حرارته متوسطه لغايه لما لونه يحمر، هيقعد ساعه، وكل شويه يعني خلال الساعه نفتح ونقلبه. هنحط الميه على نار ونحط فيها العظم والخضار اللي قلنا عليه والبهارات ما عدا الملح لغاية لما تغلي، وبعدها نقلل درجة الحرارة لغاية لما تتبخر المرقة للنص، نص الكمية بتاعتها تنزل، ونراعي اننا ما نغليهاش في المرحلة دي
عشان الريم اللي بيتكون فوق وش المرأة ما يرجعش يختلط بيها تاني، لو غليت هتتقلب فمش عايزينها تغلي. ونشيل بقى الريم ده أول ما يتكون، فلازم نبقى مراقبينها. هنصفي المرأة ونتبلها بالملح ونسيبها تبرد، وهنجيب قوالب تلج اللي عندنا في بتبقى في الفريزر في البيت، ونملها بالشوربة دي ونشيلها في الفريزر. وكل ما نحتاج شوربة أو مرقة وإحنا بنطبخ ناخد مكعب، وبكده نكون وفرنا مكان في الفريزر بدل ما نقعد حاطين اكياس مليانه شوربه بتاخد مكان في الفريزر، وفي نفس الوقت احنا كده عملنا المكعبات بتاعتنا. في حاجه بقى عايز اقولها لكم لازم نراعيها، حاجتين. لو العظم حجمه كبير هنقطعه حلقات عشان نستفيد من البهاريز اللي في النخاع، واللي بتدي المرقه دي طعم طبعا احلى كمان. ما نتبلش الشوربه بالملح من البدايه، نستنى لما تستوي خالص عشان ما يبقاش طعم الملح والتوابل فيها كتير او اكتر من اللازم. وبالهنا والشفاء، ويا رب تكونوا النهارده استفدتوا من الاكلات والوصفات اللي قلناها، وانتظرونا ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا على نجوم FM والغالي يرخصلك.